الصورة اللي معانا النهارده هي لحظة تسليم المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في البطولة، وده كان من وفد الفيفا واللجنة المنظمة. والحقيقة دي صورة كفيلة لوحدها تخليك كمشجع أهلاوي تحس بالفخر وتعرف إن النادي الأهلي مشرف الكرة المصرية قدام العالم كله وفي حتة تانية فعلا. النادي الأهلي ما يتقارنش بحد، دي حقيقة بنقولها بالأرقام، بنقولها بمنظر زي اللي احنا شايفينه على الشاشة ده. بالظبط هندي، حقيقه فعلا. وكمان كان في اجتماع مهم مع اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه وتناقش فيها بعض التعليمات الاداريه والفنيه والتنظيميه للبطوله، وتعرض على الاهلي كل المستجدات التنظيميه ولوائح البطوله. وكان في كلمه ترحيبيه خاصه من رئيس الفيفا انفانتينو لبعثه الاهلي وتهنئته على المشاركه للمره الثامنه في تاريخ النادي. وكمان شفنا جلسه التصوير الرسميه للاعبين من الفيفا واللي ظهروا فيها بالزي الرسمي اللي بيشارك الأهلي في البطولة. طريقة الاستقبال والتعامل مع الأهلي بصراحة طريقة مشرفة، أكبر دليل يقول لك قد إيه إن الأهلي نادي مهم ويعتبر أهم نادي على الساحة الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط كله، فحاجة مشرفة وكان شكلهم بصراحة يفرح.